من المتعارف عليه أن القلب هو الذي يحب، ولكن العلم أظهر أن هذا الاعتقاد لا يحمل الحقيقة كاملة. فالدماغ يؤثر بشكل كبير على تفاعلنا ومشاعرنا عندما نقع في الحب. إذن كيف يتأثر ويؤثر الدماغ في مشاعر الحب؟ للإجابة تنضم إلينا من جد الدكتورة رميزة اليافع، استشاري مساعد في طب المخ والأعصاب. صباح الورود يا رميزة. عجبتني الشيلة الصراحة اليوم. طيب يعني بما انه نتكلم شكرا بما انه نتكلم عن الورود والحب، خلينا نبدا بدور الدماغ، يعني او كيف يتفاعل الدماغ، كيف يتصرف عندما يقع الانسان في الحب بطريقه مبسطه، اذا نشرح للمشاهدين وليش احنا نشعر بها في القلب مش في الدماغ او مش في المخ. ايوه شوفي يا مهيرة، هنا انت بتتكلمي عن سلسلة من التفاعلات اللي بتحصل داخل دماغنا. دائما دماغنا بيقرا الامور الحياتية اللي نعدي فيها والمشاعر اللي تكون مترافقة معاها بصورة جدا مختلفة. اولا تبدا تتحفز مراكز الشعور، واللي اهمها حاجة نسميها احنا الاميجدلا او اللي هي تسمى اللوزة، موجودة في اليمين واليسار. فكرتها ايش يا مهيرة؟ تبدا هي تعتبر ذاكرة المشاعر، بمعنى اي مثلا ممكن ريحة عطر تشميه، ممكن شارع تعدي فيه، كأنك صرتي وسط الحدث. الشيء الثاني النواقل العصبية اللي تبدأ تشتغل في وقتها، ومن أهمها يهمونا اثنين اللي هم الدوبامين والسيروتونين. السيروتونين هو اللي يحسسك قد إيش أنت سعيدة بس تشوفي الناس اللي تحبيهم أو الشخص اللي أنت تحبيه. الفكرة فيه هو يسمى بين قوسين إكسير الحب، اللي هو السيروتونين. الفكرة فيه أنه بتبدأ ترتفع، هو موجود في دماغنا طول اليوم وبنسبة مرة معينة، ولكن اللي بيحصل وقت ما الواحد يشوف الشخص اللي يحبه يرتفع بنسبة 50% عن الوضع الطبيعي اللي كان فيها خلال اليوم. بس هو ايش اصلا بانه يرجع؟ هو ايش السيروتونين؟ السيروتونين هو عباره عن ناقل عصبي. ناقل عصبي موجود داخل الدماغ. مظبوط، يعني ما هي هرمونات ولكنها نواقل عصبيه موجوده داخل الدماغ، الدوبامين والسيروتونين. ولكن السيروتونين هو اللي يحسسك بالسعاده، يحسسك احيانا يخلي الناس يوفوريك، يعني يبداوا يصيروا يضحكوا كثير، تبدا تجيهم الافكار الجميله بس يشوفوا الاشخاص اللي يحبوهم. هذا كيف دماغنا بيقرا الموضوع ده بس نشوف الناس اللي نحبهم. طب دكتور رميزة، في دراسات كثيرة سابقة أثبتت أنه في تغييرات مشتركة ما بين أدمغة المغرمين والمدمنين، هل هذا صحيح؟ أي صدقتي رشا، شوفي هي الفكرة فيها، هنا إحنا بنتكلم عن الدوبامين. الناقل العصبي الدوبامين هو اللي بيكون مرتفع في الأشخاص اللي هم المدمنين. فكرتها إيش؟ الإدمان على أي شيء، الإدمان على أدوية مسكنة، الإدمان على الدرجز، أو الإدمان على ممكن التدخين، على أي عادة، أي نوع من أنواع الإدمان بيحفز جزء المكافأة داخل دماغنا واللي هم نسميه الريورد سيستم. هذا طبعا التحفيز لهذا الجزء في الدماغ بيخلي الشخص تركيزه يكون متفرق خلال اليوم، بيخلي الشخص يكون عنده نوع من أنواع الهوس والتفكير بشيء معين. إيش الرابط اللي ربطوه بالناس المغرمين؟ عملوا هذه الدراسة وبدأوا يقيسوا بالرنين المغناطيسي الوظيفي إيش بالضبط الجزء من الدماغ اللي بيتحفز، بس لقوا إنه الريورد سيستم أو جزء المكافأة هو اللي بيشتغل. أنعرف بعدها إنه أساساً الناقل العصبي الدوبامين هو اللي مسؤول عن إحساسنا ب إنه دائماً بنفكر في الأشخاص اللي نحبهم، دائماً نتمنى إنه نكون معاهم، ممكن نسهر أيام طويلة، ممكن تعدي الساعات وما نحس إحنا بالتعب، وزيادة في النشاط، زيادة في التفكير، كل هذه الأمور سببها هو الناقل العصبي الدوبامين ونفسه اللي بيكون في تصرفات الأشخاص المدمنين. طيب هنا دكتورة رميزة، يعني عبارة الحب من أول نظرة يعني لأي مدى بتكون صحيحة؟ يعني وكمان في العبارات الأخرى اللي نستخدمها، أنه مثلا أنه قلبي يعني سكيبت أبيت، يعني في عدم انتظام بنبضات القلب، يعني أصبحت متسارعة، يعني إيش اللي يصير يعني الدماغ لما يشوف الشخص، يعني إيش الحالة اللي يروح فيها بالضبط؟ صحيح يا مهيرة، شوفي هنا اللي بيحصل، احنا دحين تكلمنا في الاول ايش اللي بيصير جوه الدماغ. صح. طيب التحفيز المركزي لهذه المراكز كلها جوه الدماغ بيخلي الغدد اللي موجوده في الجسم، في اعضاء الجسم، تبدا تشتغل. بمعنى انت بتتكلمي عن الغده الفوق كظريه واللي هي مسؤوله عن افراز هرمون الادرينالين. اول كل الاعراض اللي بتقولي عليها، خفقان في القلب، التوتر، التعرق،
احيانا التشويش الذهني، احيانا اللخبطه في الكلام، كل هذه توسع في حدقه العين، كل هذه الاعراض اللي بتحصل بسبب ارتفاع في الادرينالين جوا جسمنا. طب ليش ارتفع الادرينالين؟ اشمعنا مع الشخص فلان آدمي أو إشمعنا مع الإنسانة الفلانية هو ارتفع؟ هنا بيبدأ حاجة نسميها إحنا البرسيبشن، أو قد إيش أنتي في فكرك حسيتي إنه هذا هو الشخص المناسب، وعلى أساسها تم كل الفسيولوجيكال أو الفيزيائية اللي بتحصل جوة الدماغ واللي بتحصل في الجسم. طيب ممكن في بعض الأحيان مشاعرنا تكون متقلبة، يعني صعودا هبوطا، كيف ممكن الدماغ، يعني إيش علاقة الدماغ بذلك؟ هنا يا رشا علاقتها، شوفي أول حاجة إحنا إذا جينا نتكلم عن فسيولوجية الدماغ، دائما في مراحل بيعدي فيها الشخص، بمعنى كل الأعراض اللي دوبنا ذكرناها مع مهيرة كانت إحنا بنتكلم عن المرحلة الأولى أو الأولية اللي بتحصل، بس الواحد يحس إنه فلان هو ده الشخص المناسب. بعدها أنت حتنتقلي لمرحلة أخرى الدماغ بيبدأ يفسرها، لكن حيبدأ يشتغل جزء المنطق هنا. أول كان ذاكرة الشعور أو اللي هي الأميجدلة، دحين حيبدأ إرسال السيالات العصبية بتبدأ تروح لجزء المنطق واللي هو موجود في الفص الأمامي. بيبدأ التفكير في معطيات الأمور، تبعات العلاقة، كل هذه الأمور تبدأ تحصل. عشان كده خلال المراحل اللي بيعدي فيها الشخص بيكون التقلب اللي أنت اتفضلتي قلتي صعود وهبوط، بمعنى أنه مرات أحس أنه المشاعر واصلة قمتها، ومرات أحس لا أنه فيها شوية مش برود ولكن نزلت عن الوضع اللي أنا في البداية كنت حسته. طيب. فهذا هو سببها، أنه بدأ المنطق يشتغل، بدأ التفكير في الأمور بشكل أكبر. جميل، خلينا إذن نحاول ننصح المشاهدين، بما أنه الموضوع كله أصلا في أدمغتنا مش في قلوبنا، كيف ممكن إحنا نسيطر على هالمشاعر؟ يعني هل ممكن أنا أسيطر، بما أنه عرفنا أنه إيش هي النواقل العصبية وكل هالأمور، هل ممكن أنا يعني أسيطر على هذه المشاعر، أسيطر على من أحب وأقرر أنا من أحب أو من لا أحب، خاصة إذا هجرك، يعني إنه خلاص يعني تحاولي تعملي exercises عشان تطلعي من راسك. شوفي النقطة الأخيرة اللي ذكرتيها، حكاية غياب الشخص هذا أو الهجران أو انتهاء العلاقة، هنا كل الأمور اللي ذكرناها في البداية حتبدأ تتغير مهيرة 180 درجة، بمعنى حترجعي شخص وكأنه مظبوط، تنقلب بالعكس. لكن قد ايش انت تختاري، قد ايش انت تقدري تسيطري على مشاعرك، هنا يتحدد اول شيء بخبرتك انت، خبرتك السابقه، بمعنى المره الاولى دائما تكون غير العلاقات الاخرى او الجديده او الشيء اللي انت ممكن انك تتعرضي له في فترات حياتك. الشيء الثاني المهم، انت ما فيكي تسيطري على الناقل العصبي انه متى حيخرج ولا ما حيخرج، انت في شخص خلاص اعجبتي فيه وانتهينا، ولكن انت ممكن تسيطري على ردود فعلك خلال، يعني انت مجرد حسيتي انه فعلا انا في المرحله هذه وصلت، لكن انا كيف ردود فعلي، قد ايش اقدر اسيطر عليها، هذا يعتمد عليك انت، بمعنى يعني علميا أنا لا يمكن السيطره، علميا لا يمكن انت تسيطري على كيفيه قراءه دماغك لمشاعر الحب. صحيح، ابدا ما يمديكي الا اذا اتغيرت، هذه بتحصل خلال العمر كله، يعني تبدأ معتقدات تتغير، تبدأ أمور كنت مصدقة فيها بدأت لا تحس أنها أقل أهمية، هنا على أساسها حيبدأ يختلف اختيارك للأشخاص. نعم. اللي كان حبيبي أول دحين لا، صح. ممكن مو هو الشخص المناسب ببرسوناليتي الجديدة اللي أنا تكونت فيها. نود أن نشكرك على وجودك معنا، كانت معنا من جد الدكتورة رميزة اليافعي، استشاري مساعد في طب المخ والأعصاب.